فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول: ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ معنى لا حول ولا قوة إلا بالله لا تحول من حال إلى حال. تحول بمعنى تحول، يعني لا أحد يملك أن يتحول من حال إلى حال، ولا أحد يقوى على ذلك إلا بالله عز وجل، يعني إلا بتقدير الله والاستعانة به. ولهذا نجد الإنسان يريد الشيء ثم يحاول أن يحصل عليه ولا يحصل، لأن الله لم يرد ذلك. ونرى أيضا كثيرا من الناس إذا أرادوا الشيء واستعانوا بالله وفوضوا الأمر إليه فإن الله تعالى يعينهم ويسر لهم الأمر. ومن ثم كان ينبغي للإنسان إذا أجاب المؤذن أن يقول عند قول المؤذن: حي على الصلاة حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا أستطيع أن أتحول من حال التي أنا عليها إلى الصلاة، ولا أقوى على ذلك إلا بالله عز وجل. فهي كلمة استعانة يستعين بها الإنسان على مراده. نعم، بارك الله فيكم.